ورحمة الله وبركاته. أول شيء نسأل ربنا جل جلاله عما نواله، هو أرحم الراحمين، ما أحد أرحم من الله وهو أكرم الأكرمين، ما أحد أكرم من الله. أن يرزقنا الإخلاص، نكون صادقين مع الله وصادقين مع الناس. ونسأل ربنا جل جلاله عما نواله هذه المحاضرة تكون سبب هداية أنفسنا وهداية الناس جميعا في مشارق الأرض ومغاربها، شفاء لكل مسلم، حتى نستقيم على أوامر الله سبحانه وتعالى جل جلاله عما نواله، والشفاء لغير المسلمين حتى يدخلون في هذا الدين الإسلام. إن الدين عند الله الإسلام، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعبدوا ربك حتى يأتيك اليقين. هكذا كان فكر الرسول صلى الله عليه وسلم، رحمة للعالمين، رحمة المهداة صلى الله عليه وسلم. آمين يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال الآن قبل دقائق قليلة ولدنا إمامنا إن الشيخ خلفان العدوي، أنا ليس شيخ ولا عالم، نسأل الله سبحانه وتعالى الإخلاص والقبول. يا ليت لو قال شايب خلفان العدوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ثم الحمد لله، نحمده ونصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، حمدا كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يقول الله سبحانه وتعالى جل جلاله عما نواله، حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما ترك. كلا إنها كلمة هو قائلها، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. ويقول الله سبحانه وتعالى جل جلاله عما نواله، يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا، عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه، نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. ويقول الله سبحانه وتعالى جل جلاله عما نواله، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون، نزلا من غفور رحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ويقول سيد الأولين وسيد الآخرين فيما يروي عن ربه جل جلاله عما نواله، البر لا يبلى والذنب لا ينسى والديان لا يموت، اعمل ما شئت كما تدين تدان، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ويقول سيد الأولين وسيد الآخرين كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى، قيل ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. أحباب الكرام، أخواني في الله،
الإسلام راحة، الإسلام أمان، الإسلام فرح، الإسلام عزة في الدارين. لكن حقيقة الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام، وبيان من عند الله سبحانه وتعالى جل جلاله عما نواله لهذه الأمة: ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. أبو بكر رضي الله عنه قال: من كان يعبد محمد فمحمد قد مات، ومن كان يعبد الله فالله سبحانه وتعالى حي لا يموت، الحي القيوم، الحي لا يموت، القيوم لا ينام، لا تأخذه سنة ولا نوم، وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. لماذا؟ لأن ليصوم شهر رب رمضان هو رب الشوال، هو رب شعبان، هو رب كل الشهور، الحي القيوم، يرانا ويسمع كلامنا ويعلم اللي في قلوبنا. وتوكل على الحي الذي لا يموت، قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. آيات النار مثل ما قال العلماء لتخويف هذا الإنسان حتى يرجع إلى الله، وآيات الجنة لتشويق هذا الإنسان حتى يرجع إلى الله، وآيات التوبة حتى هذا الإنسان يتوب توبة النصوحة ويرجع إلى الله. كل آيات لهذا الإنسان، هذا الإنسان الضعيف، آيات الجنة لتشويق هذه القلوب حتى تذهب هذه القلوب لأعمال صالحة، وآيات النار لتخويف هذا الإنسان حتى يرجع إلى الله، وأبواب التوبة مفتوحة. إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وأغلقت أبواب النيران وصفدت الشياطين. غاية من هذا الصيام، إيش هو الغاية من هذا الصيام؟ تقوى الله. هذا كلام خلفان العدوي، ليس خلفان العدوي ولا أي عالم من العلماء، بل هذا كلام ربنا خالقنا رازقنا سبحانه وتعالى جل جلاله عن منواله: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. تقوى، وهذه التقوى تبقى طول حياتنا، طول حياتنا تقوى الله سبحانه وتعالى. ومثل ما قال سيدنا علي كرم الله وجهه رضي الله عنه لما سألوه معنى التقوى، قال: الخوف من الجليل، والعمل بالتنزيل، والرضا بالقليل، والاستعداد ليوم الرحيل. خوف من الله. كيف الإنسان يعصي الله سبحانه وتعالى جل جلاله؟ كيف نعصي الله؟ كنا نحن المحاضر لما يأتي هنا ويتكلم كلام الدين والإيمان، أول شيء نية صادقة مع الله، مثل ما قال دائما أحبها أقول هذا المقال، معنى كلام الشيخ أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي ما نفس الصيغة، يقول: ليقوم بالنصيحة إن نية صادقة مع الله، إن هذه النصيحة لنفسه قبل الآخرين، هذه نصيحة لنفسي أنا أول، كيف أتوب توبة النصوحة؟ والذي يسمع هذا الكلام كيف يتوب توبة النصوحة؟ كيف نرجع إلى الله؟ كيف الإنسان يعصي رب العالمين؟ إن المحب لمن يحب مطيع. لماذا نعصي الله؟ لماذا ما نرجع إلى الله؟ هذا القرآن دائما نقرأ ودائما نسمع، لكن كيف القلوب تخاف وكيف القلوب ترجع إلى الله سبحانه وتعالى؟ الله يقول لنا جميعا: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لما له قلب، لما له عقل، لرأيته خاشعا متصديا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس
الناس لعلهم يتفكرون، أي لعلهم يرجعون إلى الله سبحانه وتعالى جل جلاله. وهذا الأيام عظيمة، إذا هذا الإنسان يا خلفان عدوي ويا أخواني ويا أمة بكاملها، إذا ما نرجع لهذا الأيام متى بنرجع؟ إذا أبواب النيران مغلق وأبواب الجنة مفتوحات والشياطين، ماذا يقول محمد صلى الله عليه وسلم؟ ولماذا هذا الإنسان لا يرجع إلى الله؟ مصيبة، لأن محبة الدنيا في قلوبنا، مثل ما قال دكتور محمد رتبي نابورسي، يقول إذا عظمت الدنيا في قلوب الناس فهذا الإنسان ما له عقل ولا له قلب. فسر هذه الآية: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض. قال إيش معنى في قلوبهم مرض؟ أي حب الدنيا. الدنيا أرض حاضر يأكل منها البر والفاجر، والآخرة وعد صادق يحكم فيها ملك عادل، يحق الحق ويبطل الباطل، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا، فكل أم يتبوها ولدها، كما تعيشون تموتون كما تموتون تبعثون يوم القيامة. الإنسان اللي هو مخلص لله سبحانه وتعالى، يصلي ويصوم ويعمل أعمال الصالحة، بإذن الله سبحانه وتعالى سيموت الأعمال الصالحة. وإذا ما شاء إخلاص هذه المصيبة، والشيطان دائما يدور فوق رؤوسنا مثل مروحة. حتى اللي يأتي المحاضرة هنا شيطان يقول لك أنت أحسن شيخ وأنت أحسن محاضر وأنت أحسن إمام وأنت أحسن قارئ، هذا من شيطان والعياذ بالله. قالوا إذا جاء هذا الشيء في قلوبنا، هذه الصفة جاءت غرور في قلوبنا، أنت توب، فأنت ما توب ودي الحالة أنت سنتوب. ولما نخلص نشرب هذا القوطي الكرتون هذا من سنتوب، لما نخلص نشرب هذا السنتوب ونرمي في زبالة. فهذا الإنسان اللي هو ما مخلص يوم القيامة وين يرموه؟ في الجنة ولا في النار؟ في النار والعياذ بالله. كيف أعمالنا تكون خالصة لوجه الله؟ تقوى خوف من الجليل، نخاف من الله، ربنا يرانا، ربنا يسمع كلامنا، يعلم لفي قلوبنا ربنا جل جلاله عما نواله، وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. ربنا جل جلاله عظيم، ما أحد أعظم من الله، والله سبحانه وتعالى قوي، ما أحد أقوى من الله، لكن ربنا جل جلاله كريم، ما أحد أكرم من الله وما أحد أرحم من الله. ففروا إلى الله خوفا من الجليل، والعمل بالتنزيل. خارط لنا هذا القرآن، ماذا يقول لنا القرآن؟ هذا القرآن كيف يترجم في حياتنا؟ العلماء قالوا سيماهم في وجوه من أثر السجود، أي الصفات الطيبة تظهر في حياة هذا الإنسان، صفات طيبة. الصلاة كيف ترجم في حياتنا؟ الحج كيف يترجم في حياتنا؟ أعمال الصالحة كيف ترجم في حياتنا؟ سيماهم في وجوه من أثر السجود. ومن أعظم صفة الصلاة على وقتها، لما جاءوا الصحابة رضي الله عنهم فقالوا يا رسول الله أي الأعمال أحب إلى الله تعالى؟ أي الأعمال أحب إلى الله تعالى؟ فماذا قال له لنا جميعا؟ الصلاة على وقتها، الصلاة على وقتها. في أسرار في هذه الصلاة، في راحة في هذه الصلاة، في طمأنينة في هذه الصلاة. لكن الشيطان يؤخرنا، يقول الشيطان اسأل ساعة كم تصلوا؟ ساعة 5، باقي 20 دقيقة عن صلاة. بدل يأتي هذا خلف العدو وأخوانه وأرحامه والناس جمعان يأتوا قبل 20 دقيقة حتى نقرأ القرآن، شيطان يقول لك بعدين 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 بعدين، حتى تقام الصلاة وانت في البيت. بعدين يقرأ القرآن، تأتي هنا في بيت الله سبحانه وتعالى قبل إقامة 20 دقيقة، كم صفحات نقرأ؟ كم آيات نقرأ؟
اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، يشفى القرآن يشفى هذا الإنسان، يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. لكن الشيطان يؤخرنا، بعدين قيام الليل، بعدين قراءة القرآن، بعدين بر الوالدين. أمك ما شاء الله مكان قريب لك، يقول لك بعدين روح لها، بعدين بعدين بعدين، حتى يأتي ملك الموت. كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون، لآخر الآية. هذه خارطة لنا، مثال دائما أجيب هذا المثال. نأتي الآن هنا مع الشيخ محمد بن صالح الحارثي، تقول له زين تعطيني خارطة، أنا ما أحب الطريق، ما أعرف الطريق حتى أوصل إلى وين؟ مدينة منورة، مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم. يعطيك خارطة، قال إذا تمشي على ترتيب الخارطة سترى نفسك في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم في مدينة منورة، وإذا مشيت خلاف هذه الخارطة سترى نفسك في ترابورة كندهار في الحرب. هكذا هو القرآن، الذي يتمسك بالقرآن، نسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون منهم، قولوا آمين، سيرى نفس ما رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنة الفردوس. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ليخالف القرآن سيرى نفس ما نمرود وهامان وفرعون وأبو لهب، يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا رسوله، وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبرانا فأضلونا السبيلا. اليوم الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. خارطة لنا هذا القرآن، كيف نتمسك بهذا القرآن ليل ونهار؟ سعادة البشرية كلها بدين الإسلام على هذا الكتاب، لا ريب فيه، هدى للمتقين لنا ولأولادنا. نجعل بيوتنا مساجد، أعمال موجودة في المساجد، كيف هذه الأعمال تكون موجودة في بيوتنا؟ ما أمهاتنا وأبانا وزوجاتنا وأولادنا وأخواننا وأرحامنا. وإذا تمشي لهذا الطريق بيسموك مجنون، بيسموك مخرخش، بيسموك هذه الأسماء، فأنت بتسمى هؤلاء الناس ولا بتسمى رب العالمين جل جلاله الذي قال لنا يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. نجعل بيوتنا مساجد، مساجد زوج وزوجة دائما في بساتين، في الراحة في الأمان، ريحة ريحة طيبة، ريحة ياسمين، ورد والياسمين، صفة تسامح في البيوت. أنا أدخل أقبل زوجتي، أمي، أبوي، أولادي، وهم نفس الشيء عكس ذلك. هكذا كان بيوت الرسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن ماذا؟ شيء دين، عمود هذا البيوت دين، هذا ديكور طيب، نزين بيوتنا ونزين سياراتنا ونزين أجسامنا، لكن أعظم زينة كيف نزين هذه القلوب بتقوى الله، بمحبة الله ومحبة الرسول. نكره الشيطان والمعاصي، جميل معاصي، والعمل بالتنزيل والرضا بالقليل. أعطوني 20 دقيقة بس أخلص هذا نقطتين. والرضا بالقليل، القناة كنز لا يفنى، القناة كنز لا يفنى. شيطان يقول لك شوف فلان بيته كبير، لماذا أنت ما تبني بيت مثل بيت فلان؟ فنفسك تتحدث الآن، ما استطيع، تذهب إلى البنوك حرام. شيطان يجيك مرة ثانية يقول لك لا خذ يا خذ شيل، وتروح وتأخذ، تتحرك بهذاك الدعب والمشاكل والمصايب عشان تبني بيت كبير وسيارة كبيرة وكل حاجة، لكن ماذا فعلت؟ عصيت رب العالمين جل جلاله عم نوال.
الرضا بالقليل. كيف أباءنا؟ كيف أجدادنا؟ صحابة الأنبياء فوق رؤوسنا، لكن أمثل أمامنا آباءنا وأجدادنا، كيف كانوا عاشوا في هذه الدنيا وكيف نحن عشنا معه؟ ملابسهم، بيوتهم ما مثل بيوتنا وملابسنا، لكن قلوبهم كان أحسن قلوب إلا من رحم الله. ما نقول كل الناس إلا من رحم الله. والرضا بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل، استعداد، ما ندري متى سنموت، ربما بعد دقائق قليلة اسمه فلان، ما أريد أقول دائما الشيخ محمد خلفان العدوي، ربما بعد دقائق قليلة تسمعه خلفان العدوي مات. الموت ليس حق، حق، كنا نحن سنموت. نسأل أنفسنا متى سيأتي ملك الموت، متى؟ وإذا جاء ملك الموت هل الآن عندي استعداد؟ في أي لحظة أنا أسأل زوجتي يا الله ما أعرف متى بتموت أنت، وأنا ما أعرف متى أموت، لكن خير إذا استقمنا على أوامر الله ونتلاقى في جنة الفردوس. ما ندري من كذاك، قالوا أي صلاة نصلي، أي صلاة، صلاة مودعة للقرآن، ربما آخر هذه قراءة، ربما هذه آخر محاضرة. كيف 24 ساعة توبة؟ هكذا كانوا الصحابة رضي الله عنهم، 24 ساعة يتوبون إلى الله سبحانه وتعالى، هكذا جاء في الأثر. يمشون الصحابة رضي الله عنهم، إذا واحد رفع ريله يقول ربما ما واحد ينزل ريلي ويأتي ملك الموت، فكيف عصي ربي؟ لكن نحن الآن مصيبة، إني بعيدين عن هذا الشيء، مثل ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كونوا في الدنيا أضيافة واتخذوا المساجد بيوتا وعودوا قلوبكم الرقة واكثروا من التفكر والبكاء لا تختلف بكم الأهواء، تبنون ما لا تسكنون وتجمعون ما لا تأكلون وتؤملون ما لا تدركون. آخر نصيحة لنفسي ثم أخواني، الآن ود هذا شهر رمضان، نودى بويش؟ بتوبة النصوحة. 24 ساعة مطلوب الإنسان يتوب توبة النصوحة، مثل ما سمعنا من العلماء يقولون، شيخ النور إمام النور الدين السالمي الله يرحمه، يوم يقوم الصباح أول دعاء يطلب من الله سبحانه وتعالى: يا الله وفقني حتى لا أعصيك طرفة عين. هكذا مشكلة أحباب الكرام، هذه نصيحة لنفسي أنا، أول أنا، كيف نترك المعاصي؟ كيف نحب الله سبحانه وتعالى؟ كيف نبني بيوتنا بأعمال صالحة؟ فكيف نود هذا شهر رمضان؟ نحن الآن نقول كل يوم ربما هذا الليلة ليلة القدر، هذه الليلة ليلة القدر، نود شهر رمضان بتوبة نصوحة ونستقبل العيد أحباب الكرام بفرح، لكن في نفس الوقت نترك المعاصي ونعيش بعد رمضان. خذين هذه الوجبة التقوى، من كان يعبد محمد فمحمد قد مات، ومن كان يعبد الله فالله سبحانه وتعالى حي لا يموت. وهذه أمة الدعوة، أمة الشفقة، أمة الرحمة، نقوم بالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى في البيوت، ما أرحامنا، في أعمالنا، في كل مكان. لكن مثل ما قال ربنا جل جلاله: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. نسأل الله سبحانه وتعالى الإخلاص. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يا حليم يا رحيم يا رؤوف يا ستار يا ذا الجلال والإكرام، يا منان يا بديع السماوات والأرض، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، يا غفار اغفر ذنوبنا، يا تواب وفقنا لتوبة النصوحة، يا ستار استر عيوبنا في الدنيا وفي الآخرة، يا رحمن الرحيم ارحمنا في الدنيا وفي الآخرة، يا كريم اكرمنا في الدنيا وفي الآخرة، يا شافي اشفنا من كل مرض، يا هادي اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. يا الله اجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم، ولا تخرج أرواحنا من أجسامنا إلا وأنت راض عنا. رب ارحم الوالدين كما ربونا صغارا. يا الله اهد الناس جميعا، يا الله اهد الناس جميعا، يا الله اهد الناس جميعا.
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين بارك الله فيكم وسامحوني جزاكم الله خير أحسنتم